تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد بريطانيا الجديدة، زعيم ملحد وسيدة أولى يهودية. الانتخابات هي عنوان بريطانيا عام 2024. بعد 14 سنة من حكم حزب المحافظين وصل حزب العمال إلى السلطة. بريطانيا فيها أكثر من حزب سياسي، إنما الحزبين الكبار أو الحزبين القائدين بس، مش زي أمريكا الجمهور والديمقراطي هم تقريبا كل الحياة السياسية. في بريطانيا المحافظين والعمال لكن مش هم كل الحياة السياسية، إنما هم القوتين الحزبيتين الكبيرتين. حزب العمال خسر خسارة فادحة وغير مسبوقة من مدة طويلة جدا. حسب بي بي سي إن حزب العمال خسر سنة 2019 أكثر من أي خسارة على مدى 100 سنة سابقة، هي الخسارة الأكبر على مدى قرن كامل. إنما المفاجأة من 2019 ل 2024 حزب العمال عمل مفاجأة كبيرة، مش إن هو فاز في الانتخابات، ده كان متوقع، إنما فاز بنسبة كبيرة جدا. وخسارة حزب المحافظين بالمقابل هي أكبر خسارة منذ 200 سنة تقريبا، يعني كل واحد فيهم عمل رقم قياسي في آخر انتخابين. في انتخابات 2019 حزب العمال عمل رقم قياسي في الخسارة، الأكثر خسارة من 100 سنة. 2024 المحافظين عمل أكبر خسارة من 200 سنة تقريبا. الانتخابات في بريطانيا ما إن تنتهي وتعلن النتائج فورا بتلاقي الحكومة تسلمت واشترت على طول، مفيش مدة طويلة، بالكتير 24 ساعة تلاقي رئيس الوزراء مشي، رئيس الوزراء تسلم، حكومة غادرت، حكومة تسلمت. الإدارة أو الموظفين المدنيين في الحكومة كلها في كل الوزارات دول مستمرين، يعني القلب الصلب لكل الوزارات موجود، البيروقراطية الحكومية بتكون قائمة ومستمرة. بس لما يتغير السياسيين من حكومة لحكومة أو حزب لحزب بيدوا بقى كل ملفات الأمن والمخابرات للحكومة الجديدة أو الحزب الجديد الحاكم. ففي يوم واحد تقريبا مشي ريشي سوناك رئيس الوزراء السابق والخاسر، وتولى كير ستارمر المنصب الجديد رئيسا للحكومة البريطانية. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بتقول إنه السيدة الأولى في بريطانيا يهودية من عائلة متدينة، والدها كان يهودي بولندي، والدتها لم تكن يهودية لكنها تهودت أثناء عقد القران، بتربي ولادها على العقيدة اليهودية. وحسب جيروزاليم بوست زوجها اللي هو رئيس الوزراء البريطاني الجديد ملحد، لكن سايب لها مساحة كبيرة جدا من الحرية الدينية، وإن هي بتمارس العقيدة اليهودية والطقوس اليهودية، وبالذات يوم السبت داخل منزل رئيس الوزراء الجديد. الحكومة الجديدة في بريطانيا عندها مهام كتيرة. رئيس الوزراء الجديد قال إن إحنا هندعم أوكرانيا وموقفنا هيظل لصالح أوكرانيا بقوة، وقال أيضا إن في موضوع التعليم هيشتغلوا بقوة على تطوير التعليم، وأقر إن يكون في وجبة إفطار لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية في كل بريطانيا، وهيعين كمان 7000 معلم جديد برواتب تم تدبيرها علشان خاطر يطور العملية التعليمية في بريطانيا. قال كمان هو هيطور الشرطة، وأنه هيضيف إلى الشرطة 13000 ضابط شرطة جديد للحفاظ على الأمن لا سيما الجنائي، مش بس مكافحة الإرهاب. وقال أيضا أنه 14 سنة من حكم المحافظين كان في اتجاه لتقليص حجم القوات المسلحة وكمان تقليص الإنفاق العسكري، فقال أنه هيزود الإنفاق العسكري ومش هيقلص حجم القوات المسلحة. البرلمان الجديد في بريطانيا بعد الانتخابات الأقليات واضحة فيه جدا، حوالي 90 مقعد في البرلمان للأقليات، وبعض الوزراء قادمين الأقليات منهم وزيرة اسمها شبانة محمود، ودي من أصول باكستانية وتولت منصب وزاري في الحكومة الجديدة. شبانة محمود الوزيرة في الحكومة البريطانية الجديدة من مواليد كشمير باكستان،
وقعدت فترة في السعودية في مدينة الطائف هي وعائلتها، وتخرجت من جامعة أكسفورد والتحقت بالعمل السياسي وبحزب العمال، وأصبحت وزيرة في الحكومة الجديدة. من الوزراء المهمين جدا في الحكومة الجديدة الخارجية والدفاع. وزير الدفاع الجديد اسمه جون هيلي. جون هيلي وزير الدفاع الجديد هو مع سياسة رئيس الوزراء في إن لابد يزيد الإنفاق العسكري، وإن لابد يقوي وجودهم في الناتو، وإن هم كمان لازم يدعو الدول الأخرى الأعضاء في حلف الناتو إن هم يدفعوا أكتر ويزودوا النسب بتاعتهم من الناتج المحلي الإجمالي من أجل الدعم المالي لحلف الناتو، وبرضو أكد إن هم هيقفوا مع أوكرانيا تماما. الوزير كان موجود، وزير الدفاع الجديد كان موجود زمان أيام حكومة توني بلير اللي هي حكومة العمال الشهيرة قبل كده، وقبل كده كان من الناس اللي أيدوا الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، لكن لم يفصح لسه عن أفكار بشأن موقفه من الوضع في الشرق الأوسط بعد توليه الحقيبة الجديدة. إنما اللي أفصح هو وزير الخارجية الجديد، وزير الخارجية الجديد ديفيد لامي. ديفيد لامي عنده بعض المشاكل اللي ممكن تواجهه نتيجة نواجه انتقادات قاسية للرئيس ترامب، وانتقادات قاسية لرئيسة وزراء إيطاليا قبل كده. يعني واتكلم على الرئيس ترامب وقال إن هو مريض اجتماعيا أو معتل اجتماعيا، وإن هو مدعوم من الحركات النازية أو من النازيين الجدد. وترامب ممكن على آخر السنة يفوز في الانتخابات ويرجع تاني رئيسا لأمريكا. في هذه الحالة التصريحات اللي قالها لما كان في المعارضة وبقى حاليا وزير خارجية بريطانيا على الرئيس ترامب ممكن تسبب حرج بعد وصول الرئيس ترامب إلى السلطة. إنما هو انتقد أيضا ماري لوبان السياسية الفرنسية الشهيرة، واللي نجحت في الانتخابات الأوروبية بنسبة لم تكن متوقعة، نسبة كبيرة، ثم في الانتخابات الفرنسية، وأصبحت دلوقتي على وشك رئاسة فرنسا بعد مشاركة حزبها في الحكومة الفرنسية. ماري لوبان هاجمها قبل كده وقال إن هي شخصية سامة وحاقدة، فبرضه ممكن تكون هي في وقت قريب رئيسة لفرنسا، وفي هذه الحالة وزير خارجية بريطانيا هيبقى عنده مشكلة مع رئيسة فرنسا المتوقعة ومع الرئيس الأمريكي المتوقع دونالد ترامب. إنما طبيعي في السياسة بتحصل الأمور دي وبعد كده بيتم التسوية وبيتم اللجوء للواقعية وللتعامل في نهاية المطاف مهما يكن من هجوم متبادل فيما قبل. إنما وزير الخارجية الجديد عنده موقف أفضل من وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون فيما يخص الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة. وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي قال في أول تصريح لي بعد ما بقى وزير الخارجية إنه بريطانيا سوف تطلب وتدعم وقف إطلاق النار في غزة. قبل كده الموقف البريطاني ما كانش مع وقف إطلاق النار. ممكن تسمع كلام شبه كده من المحافظين الحكومة السابقة، إنما هذا الكلام أول مرة يتقال بهذا الحسم وهذا الوضوح من وزير الخارجية البريطاني في الحكومة الجديدة، اللي بيقول يجب وقف إطلاق النار فورا، وبيقول إنه هيشتغل مع الرئيس بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. إذن موقف يعتبر متقدم جدا للحكومة الجديدة في بريطانيا تجاه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة. والعالم كله تابع على مدى 9 شهور هذه الحرب الإجرامية، وشفنا قتل البشر وتدمير الحجر، شفنا عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الذين استشهدوا في هذه الحرب الإجرامية، شفنا تدمير المساجد والكنائس، تدمير المكتبات والمدارس، المستشفيات والمنشآت، كل مكان تقريبا تمت تسويته بالأرض في غزة. ومع ذلك صمود بطولي للشعب الفلسطيني في مواجهة الكارثة. الشعب الفلسطيني وقف بقوة على مدى كل هذه الشهور 9 وهو مصر على البقاء على أرضه ومقاومة الاحتلال،
والوقوف في وجه آخر استعمار في الكون، الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين. ورغم كل المعاناة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الشعب الفلسطيني صمد صمود بطولي ولا يزال. موقف مصر منذ بداية هذه الحرب كما عبر عنه الرئيس السيسي أكثر من مرة هو أنه يجب أن نصل إلى إقامة دولة فلسطينية، هذه الدولة على حدود 4 يونيو 67، وهذه الدولة عاصمتها القدس الشرقية، وتكون هذه الدولة بحسب الرئيس كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. وفاصل ونكمل. اثنين، روسيا تريد تقسيم أمريكا. شوف احنا بنقرأ قد إيه ونسمع قد إيه عن إن أمريكا تريد تقسيم الدولة دي أو المنطقة دي أو حتى الإمبراطورية ديت، فبنقرأ وبنسمع عن كده كتير. لكن كمان في الفكر السياسي الأمريكي في كلام كتير عن رغبة الأعداء أو رغبة روسيا في تقسيم أمريكا. يعني الأمر معكوس هنا، مش أمريكا تريد تقسيم دولة أخرى، وإنما الآخرون يريدون تقسيم أمريكا. صامويل هنتنجتون صاحب الأطروحة الشهيرة صدام الحضارات بيقول إن ممكن أمريكا تشهد صداما بين البيض والملونين في أمريكا. ولما وصل الرئيس أوباما إلى السلطة قبل كده، في ناس من ولاية تكساس 100,000 شخص في وقت قليل جدا قدموا طلب للبيت الأبيض إنهم يعملوا استفتاء لانفصال ولاية تكساس احتجاجا على وصول أول أسود لرئاسة أمريكا الرئيس باراك أوباما. وفي تكساس عندهم شعور بدور أو بنوع من الاستقلالية في الإطار الأمريكي، نتيجة أنهم كانوا جمهورية لغاية أواسط القرن 19، 1845 كانوا جمهورية مستقلة. كمان الشعور بأنه تكساس مساحة كبيرة، تاني أكبر مساحة بعد ألاسكا، كمان فيها نفط وفيها زراعة ولها سواحل بحرية، وبالتالي ممكن تكون جمهورية مستقلة من جديد. بل إن البعض بيتكلم عن المكسيك الكبرى. عشان كده البعض لما يسمع كلام إسرائيل الكبرى وغيرها، دي ناس بتتكلم كلام ملوش أي أساس، وفي أكتر من بلد وأكتر من ثقافة كلمة الكبرى دي موجودة. فمثلا هنا في طرح اسمه المكسيك الكبرى، اللي هو المكسيك زائد 4 ولايات أمريكية منها تكساس، والأربع ولايات دول ربع أمريكا، فيبقى ربع أمريكا مع المكسيك يشكلوا المكسيك الكبرى. لكن طبعا ده كلام لا أساس له من الواقع، ومجرد كلام بيتكتب أو بيقوله بعض المثقفين أو المتطرفين إيديولوجيا. فالرئيس أوباما لما وصل للسلطة، البيض شعروا إن هم بيتراجعوا، وإن البلد التي كانت بيضاء لن تعود بيضاء في المستقبل، والبلد بتخرج من بين إيديهم بعد وصول الملونين إلى أعلى منصب في السلطة. هيلاري كلينتون لما ترشحت للرئاسة قالت إنه بوتين بيستغل الوضع في أمريكا من أجل تقسيم أمريكا. ده اللي بتقول السيدة هيلاري كلينتون، أن الرئيس فلاديمير بوتين يريد تقسيم أمريكا، وهو عارف حسب هيلاري كلينتون انه ما يقدرش يضعف امريكا الا من الداخل، وبتقسيم امريكا داخليا ونحن نكون بعضنا مع بعض اعداء، وان الخلافات الداخليه والانقسام الداخلي هو اللي يمكن الاخرين من تقسيم امريكا. في هذا الاطار سي ان ان بثت تقرير فيما قبل قالت فيه وقت حركه اللي هي الشهيره جدا بعد موضوع جورج فولويد اللي هو الأسود اللي الشرطة قتلته، وأثير جدل كبير حوالين هذا الموضوع. فوقتها تم الاتهام في تقرير بثته محطة سي ان ان الأمريكية إن روسيا بتتلاعب داخل أمريكا من أجل إن السود يثوروا أو يعملوا اشتباكات أو مشاكل داخل أمريكا.
بدلا من حياة السود مهمة، الروس دعموا حركة قوة السود مهمة، مش حياة السود مهمة، قوة السود مهمة. وإن ده بناء على ذلك اشتغلوا على إنه ناس تتدرب تدريبات قتالية من السود علشان يواجهوا الشرطة الأمريكية في أي احتكاكات في المستقبل. وتم اتهام أمريكا وتم اتهام روسيا إنها وراء إثارة هذه النعرات وهذه الحركات وهذه التدريبات القتالية على العنف داخل أمريكا. أيضا في نيويورك البعض من المتطرفين الوطنيين أو يعني الجهويين بيقولوا إن احنا عايزين نعمل نيويورك مدينة حرة كما كانت في الماضي. وحتى بعض مناطق الهنود الحمر قالوا ما نعترفش بالاتفاقات اللي حصلت قبل كده بين البيض وبين أجدادنا من الهنود الحمر، وعايزين نراجع هذه الاتفاقيات. إذن في المجمل في حركات داخل أمريكا بتحاول إن هي تخرج عن السياق أو إن هي تهز الفكرة الأمريكية، وإن في دعم خارجي لهذا الأمر بحسب تقديرات داخلية منها تقديرات لمرشحة رئاسية سابقة هيلاري كلينتون. في هذا السياق بنشوف صعود لليمين الديني وصعود لليمين المتطرف. اليمين الديني في منطقة ما تسمى حزام الإنجيل، ملايين البروتستانت المتدينين أو المتشددين بيحاولوا إن هم يقفوا ضد رؤى الحزب الديمقراطي الأمريكي، الرئيس بايدن، الرئيس أوباما قبل كده، وبيحاولوا يخلوا إطار أمريكا أمريكا البيضاء. وهؤلاء دعموا بشكل كبير جدا الرئيس ترامب، وبعضهم كان بيقول إن الرئيس ترامب هو هدية الرب أو اختيار الرب لأمريكا، رغم إن الرئيس ترامب غلط وبيقرأ آية من الإنجيل في إحدى الكنائس، لكن كان في ترحيب ديني كبير بترامب، مش بس لإطار ديني لأن ترامب بشكل عام غير متدين، ولكن لإطار حمايته ودعمه للوجود الأبيض في أمريكا ومحاولة تقليص وجود الملونين في أمريكا. أيضا اليمين المتطرف قبل كده كان في الحزب النازي الأمريكي، زعيمه قتل سنة 1967، كان بينادي بتطهير أمريكا من اليهود ومن السود، لكن بعد كده بقى الحزب النازي هدفه حماية البيض. لما جه الرئيس ترامب رحب بيه جدا، ولما عين بانون ستيف بانون مستشار للرئيس رحبوا بيه جدا. ستيف بانون بقى من أفكاره إن اليهود بيتآمروا على أمريكا لإسقاط أمريكا. شوف بقى الجملة، لأن كتير جدا ما يتوقعوش هذه الجملة أو هذه العبارة، إن اليهود يرى ستيف بانون اللي كان مستشار الرئيس ترامب مستشار الرئيس الأمريكي إن اليهود بيتآمروا على أمريكا لإسقاط أمريكا، وإن أمريكا ما تكونش دولة بيضاء وإنما دولة للملونين. وصنف في فترة إنه معادي للسامية، لكن استمر ستيف بانون على أفكاره. بيرى ستيف بانون إن الجنس الأبيض أرقى من أي جنس آخر، الكلام بتاع هتلر إن العرق الأبيض أرقى من أي عرق آخر، وإن الملونين دول مجرمين. قال ده بهذه الألفاظ، إن الملونين مجرمين وإن العرق الأبيض أرقى من أي عرق آخر. وقال أيضا يجب أن تظل أمريكا بيضاء وبيضاء فقط، وقال إن اللوبي اليهودي بيقود المؤامرة على أمريكا من أجل أن تصبح أمريكا دولة غير بيضاء. مجمل القول في هذا الموضوع إنه فيما يرى البعض إن أمريكا تتآمر على دول كتير تقسمها، ترى أمريكا أن الآخرين يتآمرون لتقسمها. وفي الواقع اللي يشوف خريطة العالم كلها هيلاقي مش بس إن في دولة ضد دولة أو نظام ضد نظام أو مكان بعينه مستهدف دون الآخرين، إنما هيلاقي معادلة شريرة تحكم العالم ككل، العالم ضد العالم. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.